وياسين ما قال لك امتى رح يرجع مره ثانيه؟ لا اخي، ناولني كياس الفواكه واللي بيرجع بعدين. عمتي مشاهر ما عزمتكم على العرس فهميه؟ بلا عمتي، اجت الداية ديبة وعزمتنا. يا حصلتي على هالفهميه، هي والحظ المسخم اللي إلها. ليش عمتي؟ شو بحظها؟ شافت عينك تقبرين؟ شو نسيتي المصايب اللي مرقنا فيها؟ حرق الحاصه وماتت وضاح ولي على طول وماتت ابوكي. يا عمتي كله ترتيب من عند الله، شو طالع بينا؟ بس العقيد ابو فهد وموصي امه انه العرس يصير على السكيتي. ليش؟ يو مشان كنت تقبرني وكرمال اختي ام وضاح وابو وضاح، الله يرجعهم بالسلامه يا رب ويذكرهم بالخير. لا عمتي لا، هذا كله ترتيب رب العالمين، والبنت لازم تفرح بعرسها مثل كل البنات. رويدة قومي روحي انت وعمتك لعند ام شاهر وقولي لهم يعملوا العرس وكانه مو صاير شيء. من بعد اذنك عمتي وصلي مع رويدة لعند ام شاهر. تقبر قلبي، الله يحميك ويعافيك يا رب، كنك اخي ابو عبده. طيب بركض لعبده. عبده ما دخله، الله يطعمه ويحكي معه كلمه واحده. رويدة اذا بيحكي معك بتقلي له رشدي هو اللي بعتني، ولا اقول لك خليه يواجهني وانا بعرف شو احكي معه. لا تقبرني، انا بحكي معه وبفهمه. واحضروا العرس وشاركوهم فرحتهم للجماعه. اخي عفيني مثل ما قلت لك، يلا اختي يلا. ايه اختي روحوا، وانا بضل عند رشدي وبدير بالي عليه، وش كان اجى حدا لعنده مشان لبي له طلباته. مثل ما بدك. لك انت تقبرني قومي البسي. ان شاء الله ألف مبروك تقبلي. الله يبارك فيك. صار لي ألف مبروك. ما لبينا حزنانة على جوزها. بعت لها دائما أرزان، كله زعبرة بزعبرة يا ماما. وجوزك كيف بدي خليها تجي على العرس؟ مو على أساس بدها تضل بالبيت مشان تخدم أمه وأخوه. جوزي يا ماما. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. شو ما في دربك؟ تقبري قلبي ان شاء الله، بدك ترقصي وتغني بعد كل هالمصايب. وفهمية شو ذنبها لحتى ما تفرح مثلها مثل غيرها؟ قلنا هالحكي وما عجبكم. قومي يا مو، قومي ذكية، لفي هالشال على خصرك وفرجيهم رقصي. يلا يا مو قومي ذكية. يلا يا شاهر سمع صوت الزلاغيط. رويدة عن حق رقصتي؟ رقصت شوي. وشلون اجى من قلبك انك ترقصي؟ رقصت لفرح لقلبها الفهمية. الواحد حتى لو كان حزنان لازم يفرح قلوب الناس. هيك علموني بيت عمتك، الله يرجعهم بخير وسلامة. علي انت مصدقة انه وضاح مات؟ يعني قلبي؟ عليا؟ عليا شو اختي؟ شبك يا اختي؟ بشو شاردة؟ مو بشي. انتي مخبي عني شي؟ لا شو بدي خبي عنك؟ انه عمتك ام لطفي، بدي افهم شو دخلها؟ ما دخلها، بس انا ما حبيت اكسر بخاطرها. ايه بكره بتصير تكبر براسها، نحن ما صدقنا خلصنا من هديك لحتى تطلع لنا الثانية. خلصنا بقى وفيها، وقتها هالحكي هلا؟ يلا قومي تعي نامي. يلا جاية. أما شو رقصت لك رويدة رقص؟ يبعت للهنا، والله ما بعرف شلون بيجي من قلبه ترقص وتفرح. تقول مو صاير معها شي، لا أبوها ماله مدة متوفي، ولا أمها يعلي عليها ملقوحة بالفرشة، ولا رشدي، ولا جوزها، ولا بيت حماها، والله ما بعرف. وهون بتحط لنا الحزن بالجرن وبتقعد تصطفي. ايه لا سيدي مو تصطفل، يا اما بتضل حزناني لا طلعه ولا فوته، يا اما بتغير لي هالكوانه. وفيها انت رقصتي؟ ايه رقصت، وليش لحتى ما ارقص يا بعدي؟ بس انا ماني مثل اختك بعمل حالي حزنانه، ولما يجيني شي عرس بحطه للحزن على الرف وبنزل. الله يقصف عمرها. يلا امي يلا صحة وهنا.
رشدي رشدي راح على الغوطه بده يجيب خشب للحاصل. يلا عمي اشربي كرمال الله. رويدا؟ نعم اخي. شو اختي؟ قال هالك حالك بالعراس وانت هز؟ وين الحزن والدموع اللي هلكتينا فيهم؟ سودتي عيشتنا انت كل نهارك صح ونح؟ اخي بوس ايدك تركني بحالي. اخي خلص شوف كيف هزيت الا بدنا لامك. ايه شو عليه؟ شلونه رجدي اليوم؟ رجدي بالغوطه مو هون. ايوه. شو ابو محمد تخبرنا وشنا؟ ها ابشر ابو الفخر. شو لك عبو؟ ايوه والله مو هذا خيره لخيره؟ اه اه دير بالك ليومي زتة. لا تخاف عليه عبود خيال بيعجبه. اه لك الله محيي الخيالي. لك الله محيي الخيالي. مرحبا عكيد. علي صفوان. هلا انو منه الفرس المرحوم وضاح؟ ليش خير شو في؟ يعني عقيد وضاحها ابن عمتي. اي والله انا اولى بفرسه. انت قدها؟ قدها وقدود عقيد. عمار؟ وين عقيد؟ زين على هالفرس هلا. هسه هيك عم يسهل هلا. لك ابني شو بدك بهالشغله؟ طول برا. لك صفوان. لك يا ابني لك خلص شو بدك بهالشغله؟ سيك سيك خليني يا معك سيك هلا. شو ها؟ يلا. يا صفوان يا بي يا صفوان يا بي 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 يا لك الله يلعن أبوه على مصحابه. صفوان لا تواخذوا عقيد ما له عرفان شو عم يحكي. يلا سلام عليكم يا رجال. أوف يا رجلي. أخ يا طهر يا أخ بتستاهل. الله لا يقيمك. صحيح مش مقايمتك. على نصتك ولي لك على نصتك أحسن ما أقوم ليكي. ها بعدك يحمي إن شاء الله ظهري ولا ظهرك إن شاء الله بتنكسر ظهوره. جيب لك شوية زيت بفت لك ظهرها. شايف شو الله ساوى فيك؟ هاد كله من خطيط هالمسكينة. قال مثل ما قال المثل عرج الجبل. قولي قوالك. قومي بيه قومي من هون. زكية وين رحتي زكية؟ وين رايحة أنت الثانية؟ بتعرف شو المثل؟ بتقوعي برجلي بتقول لخالك اتركيها يا مو اتركيها بركي بنكسر راسها والله بيخلصك منها. جيناكم يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا شجار.